الأسير علاء البازيان ضرير أبصر درب الحرية ولم يحد. ولد المناضل علاء الدين أحمد البازيان عام 1958 في حي السعدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. انضم فتياً لصفوف الثورة الفلسطينية عام 77 ملتحقاً بالخلايا الفدائية لحركة فتح العاملة داخل الأرض المحتلة. في أبريل من عام 1979 وخلال عمل علاء مع رفيقه المناضل كمال النابلسي على صناعة عبوة ناسفة لزرعها في سيارة أحد ضباط الاحتلال، حال خلل فني دون إكمال المهمة وانفجرت بين أيديهم، ليرتقي الشهيد كمال النابلسي على الفور ويعتقل الاحتلال المناضل علاء البازيان مصابا بجراح خطيرة في عينيه وسائر أنحاء جسده. تعرض علاء لأقسى ألوان التعذيب، وساومه ضباط الاحتلال على الاعتراف مقابل السماح بعلاجه، وهو ما قابله بالرفض المطلق، فعالجه أطباء مشافي الاحتلال بالشكل الذي يبقيه على قيد الحياة فقط، وقاموا بخياطة عينيه دون علاج الجروح، ما تسبب بفقده البصر واستئصال طحاله المتضرر إثر الانفجار. إبريل من عام 1981 أفرج الاحتلال عن الأسير علاء لانعدام الأدلة ضده بعد التزامه الصمت المطبق ورفضه الاعتراف، ثم أعاد اعتقاله بعد 8 أشهر وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً في ذات القضية. تحرر علاء البازيان في صفقة النورس لتبادل الأسرى عام 85 مكملاً طريق الحرية الذي سار عليه رغم فقدان البصر، ملتحقاً مجدداً برفاق درب العمل الفدائي ليعيد الاحتلال اعتقاله مرة ثالثة عام 86 بعد أشهر معدودة من تحرره بتهمة المسؤولية عن التخطيط والإشراف على تنفيذ عمليات فدائية. عام 2011 كان علاء على موعد جديد مع الحرية في صفقة وفاء الأحرار، حرية لم تطل أيضا هذه المرة بعد إعادة الاحتلال اعتقاله عام 2014 والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. عقود مضت وسنوات تطوى تباعا، ولا زال الأسير كفيف البصر صحيح البصيرة والإيمان علاء البازيان يترقب حريته الأبدية مجددا من سجون الاحتلال، مقيما الحجة في مسيرته الوطنية على كل متخاذل. الحرية قدر الأحرار.